زي النهارده النادي الاهلي فاز على النجم الساحلي في اياب نهائي بطوله دوري ابطال افريقيا 2005، والبطوله الرابعه في تاريخ النادي الاهلي بفوز كبير جدا اللي حضراتكم تشوفوه دلوقتي على الشاشه 3-0 باهداف محمد ابو تريكه. هدف كان جميل، كانت المباراه معقربه شويه في البدايه لو تفتكروا. الجون ده اللي فك الدنيا طبعا، وكان الناس وابو تريكه بيشوط، ناس تقول انت هتشوط ليه؟ الحمد لله انه شاط وجاب الكره جون، وكان الهدف الاول للنادي الاهلي في مباراه اكيد من المباريات التاريخيه، وكان فوز كبير جدا بعد التعادل السلبي مع النجم الساحلي هناك في سوسه. فبالتالي كان اللقب الرابع في تاريخ القاب النادي الاهلي في بطوله دوري ابطال افريقيا، وكانت بدايه لعصر ذهبي كبير جدا جدا مع مستر مانويل جوزيه ومع مجموعه من اللاعبين الرائعين. محمد عبد الوهاب الله يرحمه رفع اوفر جميل قوي عشان كابتن اسامه حسني يحرز الهدف الثاني في الشوط الثاني بعد ما كنا تقدمنا في الشوط الاول بهدف محمد ابو تريكه اللي حضراتكم شفتوه من لحظات. محمد عبد الوهاب الله يرحمه احد المساهمين في عدد كبير من القاب النادي الاهلي في فتره وجيزه جدا، ربنا يرحمه ويغفر له باذن الله. الهدف الثالث كمان كان هدف رائع قوي من محمد بركات الزئبقي، وجون كان جميل بينهي بيه المباراه وبيعلن رسميا فوز النادي الاهلي بهذه البطوله. وكان الكل متشوق للقب ده لان كان ساعتها اخر مره فزنا بالبطوله دي كان في 2001، غبنا 3-4 سنين وخدنا اللقب، وتأهلنا كمان لأول مرة لكأس العالم للأندية في اليابان، وكانت البطولة كبيرة جدا. للأسف خسرنا أول مباراة من اتحاد جدة، وكان يوم صعب على كل الأهلاوية في الحقيقة لأن كانت طموحات عالية قوي هنروح ناخد كأس العالم ونرجع يعني. لكن في كل الأحوال كانت إنجازات مهمة، وكان ده بالتحديد إنجاز جيد جدا، وكان بداية لعدد من الألقاب الكبيرة سواء من خلال مستر مانويل جوزيه أو مجموعة اللاعبين الموجودين في التوقيت ده.